شانيل يعني. لا انا ما بدغ... ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ انت قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكره بقى اسلوب الخنصره والضرب ده مش من اساليبي المفضله في تنفيذ جيوبك. بقول لك ايه، ما تلوعينيش، انا كان في جيبي شويه الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسه وخمسه. على فكره بقى الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا انت فاهمه غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهماني، هي 5 جنيه معدنيه ولا ايه؟ اه عادي جدا، مش عمله بجنيه معدن اهو، اتفضلي ده جنيه ده جنيه يا عيني يا جنيه، ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا، طب ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي، او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده الثواب هيضيع يا ماما. يا حبيبي المثل الفارسي بيقول ان سرقت اسرق جمل وان هشئت اشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى الواضح ان فقدانك الخمسه جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك، زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بغوص حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني ما فيش دافع. خلاص شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين، بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عذري يا حبيبي، اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده، لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني الخمسة جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله، دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده، وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دوله دوله دوله، هات جنيه افطر بيه كشري دوله بسرعه. يا لما انت فطرت مرتين قبل كده تفطر كشري 3 مرات؟ ايوه دوله، انا جعان يا دوله، هات جنيه بقى بسرعه دوله. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبه الكشري بجنيه ونص؟ هي دوله، لا ما انا بديله العلبه البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعه. يعني تديله الفارغ؟ لا 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 بلاش كلام فارغ، انا مش هديك حاجه. هي دوله اخر جنيه هطلبه منك النهارده يا دوله، اخر جنيه بسرعه. ولا انت شكلك مش طبيعي النهارده ليه؟ هات جنيه دوله وابقى طبيعي بسرعه. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا؟ لا انا عايز جنيه دول، عايز بسرعه بسرعه. لا لا انت هتضربني برقبه التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله الله، الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا، اسهر ليالي. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين، وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. انا جهاز 4، وقتك خلص، تايمز اوفر. ربع ساعه بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم ياه، هجيب لك الفلوس بالليل، انا بطلت شغل الليل. قوم يلا روح ياه، انا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم رجاله؟ معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ ادي الجنيه اهو يا عم، اروح العب بقى حبيبي يا رمزي. بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت، ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غير. لا يا عم، ده انا عقبال ما سلكت الجنيه يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي، علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم، يعني انا من وقت الاتاري. اتاري؟ شكلك بالداري. امورنا يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات، حد آلات؟ انت كده هتدخلني في متاهات، انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6 هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي، عامل لي فيها شعر الكتروني، جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا خش يا باشا على الجهاز بس برجلك اليمين. عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بيغيروا ولا حاجه.
ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدأت الأول يا رمزي. أنا بنزف، أنا بنزف، حد يحدف لي الإسعافات الأولانية. سيبوه سيبوه، ما حدش يحدف له إسعافات، خليه يموت. أنا بموت، ارحمني ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني عيش. ثروتك يا معفن، أنت حتة غير شبشب بصباع. لا سيبني عيش. لا لا سيبني عيش. سيبك. جيم أوفر. لا أنا موت بقى، أنا لازم أخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي، عايز إيه يا زفت؟ أنا محتاج محاولة بعد إذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت اخدت كل فلوسي يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلي اهي معايا. ما تقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي، صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخلينا العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفع. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي؟ اي حاجه اي حاجه. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دول ابن عمي. ماشي ماشي، بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش، والنبي مش طايق يا كوتش. ايه ده ايه ده ايه ده، تعال هنا يلا، تعال يا ده رمزي هنا. ايه ده ايه ده، انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم، علشان نروح في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي برضو، مش عارفني. طيب دولا دولا حبيبي دولا، انت ايه اللي جابك هنا دولا؟ ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي دولا وهتبيع بازارك وهطلق ياسمين بنتك. امشي من هنا. هطلق ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. رمزي إيه تعال جاي... معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم من الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دول هات جنيه، دول هات جنيه. تعال معايا يا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عند نجلاء. لا انا عايز العب نون بقى، انا عايز اعود ادول. انا مت اربع مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك اربع مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى تعالى يا ابني تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008؟ ده عيد ميلاد الفيفا يعني. عندها يا سيدي، واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دولا؟ بجد. يلا بينا. اجي معاك يا رمزي. بس يا زفت. ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟ عم رمزي يا حبيبتي بقى مدمن يعني، هو عيان دلوقتي لان هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر. لازم تاخدي بالك. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخش على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولا ارجوك يا دولا، انا صوابعي بتاكلني يا دولا وعينيا طلعت من راسي. يا ماما يا ماما، انا مش قادره اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمزي العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما، انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعوا لي بقى. لحظه لحظه، ده راجل مريض نفسيا، وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج. انا بقى هعالجه، والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم، انا اللي هعالجه. دولا 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 على مهلك حبيبي. حبيبتك دولا،
يا ابني يا ابني يا ابني، دي ما دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه دوله، اي حاجه انا دماغها تتفرتك دوله. خلاص خلاص، انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده واحده كده مع بعضينا. طب ماشي يا دوله، حط الفيشه، حط الفيشه بقى بسرعه. ولا ما تلحسهاش، يلا يخرب بيتك. ولا ولا يا دوله، بسرعه بقى، بسرعه دوله بقى. اول حاجه بقى ابتدي لك العلاج ده على 3 مراحل. ازاي يا دوله؟ يعني المرحلة الأولانية الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشة وعندك الكيسة وعندك الماوس والكيبورد. ماشي يا دولة، بس ستارتر مان. الستارتر ده أساسا بتاع اللمبة نيون يا غبي. ماشي ماشي. تاني مرحلة بقى افهم. تاني مرحلة هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دولة، أنا عايز درعايات، أصلا الماوس ده بيزفلت من إيدي يا دولة. ياد أنت بتلعب بصابونة ياد. تالت حاجة بقى يا سيدي، هشيل لك الشاشة وتلعب بالكيبورد من غير شاشة. أيوة دولة، بس أنا كده بقى مش هشوفهم هما بيموتوني وأنا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون أعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك، يلا هتبتدي تحس إنك أنت عرقان وإنك أنت متوتر وبترتعش وكأنك متلك، فهجيب لك أنا بقى بطانية وأم كلفتك في البطانية دي جامد جدا، تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك تصحى الصبح تبقى زي الفل إن شاء الله. ماشي يا دولة ماشي، بس بسرعة بقى يا دولة بقى، نبتدي بقى دلوقتي المرحلة الأولانية. الأولانية؟ أمال يالا بتلعبها إزاي يالا؟ حاضر يا رمز، حاضر يا ابني. حط الفيشة، حط الفيشة بسرعة، حط الفيشة. قلتلك حاضر. يا رب يا رب يا رب، كان مكتوب لنا في أنهي سايبر يا رب. يا رب استرها من فضلك، يا رب معايا استرها. أنا خايفة على أنك الرمز ياوي ياوي ياوي. أنا مش خايفة غير من فتي عادل، حيضيع الواد. عادل عادل، في أمل يا عادل؟ ها في أمل؟ طمنا عادل. إن شاء الله إن شاء الله خير. لو فات 24 ساعة من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحلة الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في روشته ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الأكل؟ يا عادل أنت متأكد إن اللي أنت بتعمله دهون سليم ومش علمي؟ لا 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 لا، علمي تماما، بس أنا بقى هشغل مع الأدبي، هفرجه على الأدب بقى يا هانم، عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد إيده ويسرقني أبدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي، رمزي اللي شايله. شايلني وهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن انكر رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا يلا بينا، وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. سبايدر باد اهي معايا، تعالى. علشان انا؟ عشاني يعني التيه قبل غبي. تعالى يا رمزي تعالى، البس بدلة سبايدر باد وفي سايبر كبير كل اجهزته عشانك يا رمزي. يعني انا هروح السايبر وعمدولي مش هيضربني؟ كلنا بنحبك، تعالى يا عريس تعالى البس. اتجالك الفيروس في رجلك يا رمزي، تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس. ربع ايدك عشان تبقى مؤدب، تعالى يا رمزي. لا لا، عم تقولي عم تقولي يا غبي بتقولي؟ امشي تعالى. ما تقولي ناب يا ربزي، ناب يا ابني. رانيا
حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا ربطت ربطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي، ده بقى قال يا عدا وما قالش يا عدا ومش هيعرف يفك الربطه يا ماما. رمزي ولا ايه ده؟ الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني. وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها، ابتدى يخف وهيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب، رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه، يعني هجيبه. يا نهار ابيض، يكون عامل حاجه في ياسمين. ايه ياسمين او سناء؟ لا سناء مش اشكال، مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلاء يا كلكم. ايه 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 بقى؟ رمزي هرب. هرب يا لهول المفاجاتي، يا لهول المفاجاتي، يكون سرق الكشمجيه بتاعتي اللي فيها الصيغه النادراتي بتاعت قناني. ايه مفاجاتي وشكمجيتي يا حماتي؟ شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعه. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم؟ ده ما يعرفش يروحه اصلا. مسكين يا رمزي، زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر دلوقتي. انا بحب انكل رمزي قوي، اكتر من القطر اللعبه بتاعي. الله عليك يا ياسمين، شفتوا التشبيه؟ يعني ايه بتحبه اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ، هتطلعي البابا شاعره. اتبط بقى اتبط، بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل، ده عنده ازمه، ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد ما عاش طفولته يا عادل، طلع على شغل شغل شغل، فجاه لقى عيال وجيمز وكمبيوتر، كان لازم تحصل له ازمه ويدمن الحاجه دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي الخمسة جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل، الماضي الماضي، فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد ومش هسيبك يا مدبولي. بوبو انت بتغرق، فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوه ليك يا معفن، يا معفن بعد كده هلاقيك ماشي على السقف. ما تهدى ما تهدى يا عادل، اهدى. ماشي اديني هديت اهو. حاضر. خليك معايا. رمزي انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب وهم بيحبوني وانا بيحبهم اول نقطة. تفكير يا ابو تفكير، بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش، الراجل ده وحش. رمزي انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين خمسة جنيه يلا؟ فين خمسة جنيه؟ طب وحيات ياسمين، وحيات ياسمين عندك، انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي. يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت. بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما ده تكمو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشه على فكره، الست دي وحشه. انتوا وحشين. انت كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمين كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانه عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمين يا حبيبتي. شفت شفت يا زفت، كلنا بنحبك ونموت فيك ازاي؟ يا ابني يا ابني الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي انا هعلمك. ايه ده انت يا زغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ رمزي ايوه اعلم رمزي واعلم 10 زيك. ايه ده الست دي وحشه على فكره. ياسمين يا حبيبتي انكل رمزي خلاص خف وبقى كويس، ومن بكره هيلعب جيمز مره واحده بس في الاسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي مره واحده في الاسبوع؟ وانت بتدفعي لي حاجه من جيبك اصلا؟ يا فاصلي يا امها رانيا. الست دي وحشه على فكره. بص يا رمزي انا ممكن اعلمك ازاي تدخل على النت، وياسمين هتعلمك وورد واكسل، وكل يوم جمعه يا سيدي نقعد احنا الثلاثه مع بعض ونلعب جيمز. قشطه قشطه يا نوجه. دولا دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره.
العب معاكم. يا ريت. ادوا اللي بلعب. ماشي انا مش بتاع بقى بص ابعد عني ابعد عني ابعد عني. شفتوا قلتها كم مره؟ ثلاثه. عرفت تعد؟ ماشي. اوف الناس دي وحشه. نو صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى عيني موزه. نقنق. طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني. اوعى. بص الله يرحمه بعد جمعه. حاضر يا ماما. بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون. ازيك يا رانيا؟ عادل عايزك في موضوع. حاضر. نمرته موجوده هنا يا ماما الترزي؟ مين؟ جمعه الترزي. موجوده هنا. شوفها عندك. سيب الاندكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبه انا واقعه فيها. عادل ثانيه واحده بس. مصيبه ايه يا سناء؟ بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها صفر. طب ودي حاجه مضايقاك يعني؟ طبعا حاجه تضايقني. طبعا تضايقني. امال همسك حجه على العيال واذلهم ازاي يا عادل؟ جمعة 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 يظهر جمعة تاه في وسط الأسبوع باين. عادل عايزك في موضوع. ثانية واحدة بس أما أشوف عم جمعة ده. عادل خلاص أنا جون بيبا مش قادرة أنا خالص. النور الأصفراتي في الأوضة بتاعتي دي أنا مش شايفة أنا بيه حاجة خالص. أنا عايزك تجيب لي فلوريسون. كرواسون إيه اللي أنت عايزاه بدل؟ بص يا حماتي المشكلة مش في النور، المشكلة في النظر. فممكن تعملي نظارة يعني عادي. مامي حبيبتي إهدي شوية كده بس. أنا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي أنت عايزاه. أبي عادل إيه ده والنوت بطيء جدا يا ساتر. زقيه زقيه ومش هيحصل حاجة. هيسرع تاني. يو يا أبي ممكن لو سمحت تنزل للواد حمادة هارد تفرمطه لأن أنا شاكة إن الواد ده ساحب واصلة لحد تاني. واصلة لحد تاني؟ لا ده أنا دافع له 25 جنيه في الشهر. أنا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت أنا عايزك في موضوع. الترزي يا عادل الترزي. لا يا عادل الفلوريسو من فضلك. بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانيه. بس حرام عليكم بقى حرام عليكم. عادل ده بتاعي انا ما حدش يقرب له خالص. هو ايه هو ايه هو ايه هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه. ده جوزي انا وانا عايزه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي وفي حد حيشك عنه؟ اشبعي بيه باللي واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدماتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى اتنين مثلا. يا جماعه جيب لي تشانس توك ومان. بقول لك ايه يا بنتي يلا نخش جوه. يلا يا بنتي نخش جوه. يلا عادل. الحمد لله دخلوا جوه. ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا اعمل ايه اعمل ايه؟ انا مش عارف ارض البيت ده ازاي. الطلبات طول الوقت. يا عادل اعمل لكم ايه؟ يا بيبي يا حبيب قلبي هدي نفسك. انت شكلك راجع من الشغل تعبان وبقى انت بترجع في البيت. بيتك يا قلبي لازم ترتاح. الله 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 ايه الدلع ده كله؟ انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ ايه يا حياه قلبي انت يا عمري يا قلبي انت جوزي يا حبيبي. اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي. هي الست كده واجبها الانسان وزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه. ساعات تخلعه. عادي ليه ما تقول حاجه زي كده تاني؟ فاهم ولا مش فاهم؟ ايه ايه عادل انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغنى عني ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح. انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامراه مطلقه. محكمه الاسره فتحت عينيكوا يا هانم. اثر ومن الاخر مس ارتواء. ايه ميس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي. ميس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان اليس في بلاد العجائب. اليس؟ انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها اليس؟ وبعدين اليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه. نعدي بنتنا معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام دي حاجه دي يا استاذ. قولي انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خيري مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله وامك واختك برا الحسبه. ها يا حبيبي الله يرحم لما رضيت بيك كنت كحته وفقيره على الحديده. حديده؟ انا عمري ما كنت فقيره على الحديده. انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديده. لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسيه افكرك. هلا رمزي. عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعه حرف ميم
ومدينة كرة أرضية وفي خمسة اتسرقوا مني وفي واحدة واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسة اتسرق، انت كل يوم حاجة تسرق وحاجة تضيع وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دولة بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم 2 وربع جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش، في كده اهو 15 قرش ناقصين. ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه يا دولا؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه والاسكوبيد دي ب 15 ساغ؟ 15 ساغ الاستيوبيد. استيوبيد ايه بس؟ استيو اسمها اسكوبيدو. الاسكوبيدو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع، واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دوله بقى، ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني. ما فرقتش بقى. ولا انت دافع حاجه من جيبك؟ ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود، ده كل حاجه ولعت يا ابني. ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني، تذكره الاتوبيس بقت بشير، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش. امال انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي. ده انا ثروتي كلها، كل ما املك حطيته في المشروع بتاع الكرتونه اللي سلمتها لك انت. دولا، طب واللي يكبر لك المشروع ده يا عم تدي له ايه بقى؟ بص يا دولا، انا ليك عندي لقمه عيش ملبن 100 100. بص، ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى. بص، في ربع جنيه من 15 سنة؟ لا، ده انا بقى عينيا بقى على الورقة ام 5 جنيه. 5 جنيه؟ الجشع اللي انت بتتكلم بيه، وهنجيب ازاي بالخمسة جنيه دي؟ انا هقول لك يا دولا، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافية، والكرتونة دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة، بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى، ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة علشان الضرايب. يا ابن الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا أسمع بعدين، الضرايب دي مش هتسيب حد. بس انت صح يالا. بص بقى يا دولة، احنا بقى بما ان يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده ونجيب بقى ايه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زغنطتين، على دوتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص، مدام كده كده فتحنا الكرتونة، إيه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة، أنا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ هو أنت هتاكله ياد؟ وأنت بتاكل الميداليات وكل شوية تقولي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. طلعها لك. ميدالية بخمسة. ميدالية بخمسة. ولا يا رمزي، شعري مظبوط يالا؟ مظبوط، ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي، عايزين 2 1 نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده ما اعرفش ايه. وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عامي كده غريب، مطفشني، مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله، ما تطمني معاه، يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا، انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص. انا اصلا يوم ما افكر اني انجح، لو نفسي يعني انجح، هنجح بكرامتي، بالبرشام اللي بكتبه، بتعبي، بمجهودي. بعدين هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول ان هو يبقى طموح. طبعا طبعا. سكند، لازم يبقى مودرن. في سكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقولك ان هو يبقى بريليانت. ايه ده، دي بتشتم. انت ايش فاهمك؟ برنس، عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. ماشي ماشي. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم، بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام، يا نسى يا استاذ. بص يالا، البنات الثانوي دول ايه يا عم؟ بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده. بس دي حلوه قوي قوي قوي، شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. يلا رمزي، شفت العيال الارانات دول يالا؟ دولا، مش هما دولا تدولا اللي فرقعوا لنا الكوره واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب مشترك. بس انا بقى المره دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل، انا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الاسود من 12 ل 3، يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسه بالظبط. ولو قايله لهم في البيت ان عندك مجموعه، يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى. ايه ده؟ ايه ده كابتن ده؟ ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا، انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات.
انت هتقفلها لا يا كابتن. طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ اه انت بتهزر وبتغلط بقى. وانا اعمل لك ايه يعني؟ وانا اللي موتت ابوك؟ ايوه وبعدين هو يغلط براحته بقى، وبعدين فين يا دي انت وهو الكره الكفر بتاعتنا من ساعه ما دستوا عليها بالعربيه ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكره الكفر حصل لها ايه؟ بس يلا بس يلا ما بص ما تهيفش القضيه. هيعملوا ايه يعني؟ هياخدوا الكره يودوها القصر العيني بس؟ والله باين لكم شكلكم عيال هبله وعايزين تاخدوا على دماغكم. وبعدين انت مالك؟ نعاكسها ما نعاكسهاش؟ هي صاحبه الشقه اللي اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي رانيا، ايه اللي بتقوليه ده؟ شكلهم عيال سيع. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. ومادام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك يا اموره، ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما، زمان احمد زكي خلص جري. الله لا لا لا، ولا انت ما فيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك امال. نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ ياما طحنت ناس كتير جدا علشانك، ياما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا، ده انا لدرجة ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني انا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك انا خسرت جيل التمانينات كله بسبب الجيل التمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل، ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت اسفة بالعافية اعرف اخد لك ميعاد من مامي. الحاحي؟ الحاح انا؟ يا سلام. لا يا هانم، ان كنت ناسية افكري. ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا ميدالية. وميدالية خشب الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام. انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم، وبقى عندي كاسة دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجيبس بقى وليلة. بس بمناسبة ايه يعني الهدية دي؟ بمناسبة مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعى تقولي الكلمة دي تاني، مشينا مع بعض. انت مش ماشية معايا يا ماما، انت ماشية جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبتي من المشي ممكن تريحي يا عادل؟ لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانية ونودع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزة تنهي العلاقة براحتك، عايزة تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس. جالك عريس؟ اهم حاجة سألته عليه كويس، لان مش معقولة بعد ما تكوني ماشية مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. هو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تضر لعلمك يعني. عادل لو سمحت انا عايزك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بص يا رانيا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي لان انا مشروع شاعر كبير. مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني لعلمك. يا عادل يا حبيبي يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26.5 عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه؟ اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه الثانيه، الواحد متجوز باين 3 وربع ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه؟ تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجع لي 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل. وطبعا استخدمتي كل الحيل الممكنه والغير ممكنه للوصول ليا يا هانم. ها انا استخدمت ذكائي كانثى. ذكائي كانثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحده زي ده. انا لولا اقنعت مامي بالعافيه كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحده. انا لا يا هانم، لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه. خالص يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما اجرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح، وان كنت مش عارف اعرفك. بطلي دوشه يا نجلاء، عايز اكلم اختك. المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيله بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيله. ما تتكلم وتقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار.
وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انت مقري فتحه بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه اكبر واحد بتاع النودلز في مصر. مامي يو نو فيري ويل ان انا ما بحبش النودلز. ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز صاحب ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايبه لي ده اللي عنده كاسات دبل، انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس يا مامي. يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واعد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ اي سيد نو نو. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي راميه بالرصاص في ميدان عام. ها ما تقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا حبيبتي من فضلك انت لازم تمسكي نفسك ارجوكي. كل الناس مرت بالحب الاول ده ما عدا انا اللي دبست مع ابوكي طول السنين دي. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، لو انت اتجوزتي شحاته هتفضلي طول عمرك شحاته، انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ وبعدين عايزه اقول لك حاجه، من هنا ورايح مفيش اي خروج غير باذن. افهم من كده ان انا في حظر تجول على مشاعري واني محطوطه تحت الميكروسكوب؟ اوكي، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه، اما لو اخلاقها وحشه تبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه. انت مالك انت يا سناء، انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي، ده كون الستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتوا مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى يا ماما. كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضيه عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما اف. والله انا محتار. ايه ده الريحه المكمكمه دي؟ ماما ماما ماما، ريحه بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحه زفت. بعدين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسه؟ عروسه ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكو وانتوا مين وجايين منين واذا كان المستوى بتاعكو زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا. انا مش شايفه اي مستوى. ايه الالوان دي وايه الفش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟ ايه ده؟ ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك، علشان انت ما تعرفيش انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا زي ما تقولي السهل الممتع. ها ولا ايه يا عبد الستار؟ والله انا محتار. واضح ان الاستاذ عبد الستار على طول محتار. انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا جدا زي ما عايشه هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكيور والمانيكيور لازم يجولها هنا في البيت، ما تروحش هناك خالص، لازم يكون في شفاف، لازم يكون في سنترال هيتنج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك بالنسبه للكوافير والباديكير والمانيكير وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف ان انا قاعدين هنا في بيت 250 متر، في 2 سال دو بان، في كل الكمالياتات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك، انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت يعني لوحدينا يعني. كيا ديسا، ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. ها طبعا طبعا. ايه طلباتكم بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقه 300 متر، لازم يكون فيها 3 سال دو بان، لازم يكون فيها كيتشن كبير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه طباخ، يكون فيه كماريره، يكون فيه ناس بتاعه المساج الباديكريست مانيكريست فندها هنا في البيت. ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجوده هنا تكون من انتيك. ها ارجوك حيلك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دو بان. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزة. ايه يا سناء، انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة.
طب كوعة يا اخويا كوعة، تلاتة صلدوبان. حضرتك انا ما فيش مشاكل، ان شاء الله هستلف، يعني قصدي هتصرف، يعني ان شاء الله حتى ابيع كاسة الضب الاحمر بتاعي. هديت الواد اتبطيتي؟ ادي نو بطة دي. بقولك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانانا، انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسة الاول، نشوف اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جيم اكسكيوز، معلش، اصل انا بنتي لسه جايه من ماتش تنس دلوقتي وتريفا تيجي، فطلعت تعمل ان سيستا. ايه رايك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. نسوار ونسوار. ازيك؟ دوسمون شيري، دوسمون، فيان فيان. دي وقعة خالص يا ماما، دي وقعة من سابع دور، عادي شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانت ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليك تعشي واحدة عرة زي دي؟ انت عندك بيتك. الحمد لله ابوك مسدتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليكي طبعا يا رانيا، ومبروك لينا جميعا. وحد بقى سمعنا زغروت يا اخوانا، وعقبالك كده هو يا نجلاء. اي فتاة ساذجة مراهقة تافهة هتلبس الفستان الابيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس الفستان البدلة السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحة. يا ابني اصلا انا عروسة لقطة. طب ما انا برضو لقطة، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل، من الاخر يا حبيبي انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي ماشي، لعلمك انا الاول صعبت عليكي، لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل عادل خلصني يا عادل، من الاخر هجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بص يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي، يا ناس والله عليك، يا ناس اسم الله عليك، هتجيبيني فستان يا حلوة يا قمرة. لا مش هينفع بقى، أهم حاجة أجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين أنهي؟ اللي هو بتاع الحفلة التنكرية. يا عم تولع الحفلة التنكرية مش مهم يا عادل، البيت إيه المهم؟ ايه عم ايه عم ايه عم في ايه عمال بتحدف عليا ورق ليه؟ في ايه؟ لا مؤاخذه يا استاذ، ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ اول مره ما خدتش بالك، تاني مره كمان ما خدتش بالك يعني؟ يا سيدي انا اسف. هعمل ايه باسف بتاعت حضرتك؟ ايه اتفضل. بص حضرتك مزبل الدنيا ازاي، وبعدين مكان زي كده محترم ما ينفعش نرمي على الارض كده يعني. يا سيدي حقك عليا. اعمل ايه بحقك عليا؟ طب اعمل لك بهوات، حصل خير يا بهوات. ايه ده مش ممكن، الاستاذ عادل مراكبي شخصيا؟ مراكبي وكمان مراكب، اكيد حضرتك بقى راكب المركب بتاعك صف تاني. مش مراكبي، مش بيشتغل مراكبي، ده اسمه كده، ده الاستاذ عادل مراكبي اشهر شاعر في البلد بيكتب اغاني. عايز حاجه يا استاذ؟ شكرا مع السلامه. اغاني وشاعر حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يتزبل المكان مش اشكال، تسمح لي اقعد؟ اتفضل. حضرتك انا شاعر برضو، انا الاستاذ عادل سعيد الشاعر. حضرتك يعني شاعر جامد جدا وبقعد هنا على طول يعني. شاعر بيه؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا حضرتك انا اصلي يعني عارف زي ما تقول كده، انا متواضع يعني، ما بحبش الشهره والدوشه، وانت عارف طبعا الناس المشهورين اللي زينا تلاقي على طول الفضائيات هجم عليهم هم والصحفيين وكده، انت عارف طبعا. هتقول لي ما هو ده اللي بوظ لي اعصابي وخلاني اقفش مع شركه الانتاج. تقفش؟ الله على الجمله، الله على الجمله. حضرتك ليه حارمنا من الكلمات الجميله اللي زي تقفش دي؟ انا بس لو الاقي حل مع شركات الانتاج، مشكلتي ان انا قلت لهم ان انا مش هتعامل معاهم بعد كده. حضرتك طب محلوله يعني، لو المشكله مع شركات الانتاج ايه رايك تشوف اي حد تاني يتعامل معاهم غيرك؟ والله فكره، ازاي ما خطرتش على بالي، بس فين الاقي الشخص اللي ممكن اتامنه على اسراري وممكن يوافق على الظهور بدالي؟ حضرتك يعني انا واضح ان عندك مشكله، انا ممكن اساعدك. تعرف حد يقوم بالمهمه دي؟ حضرتك انا اقوم بيها. هايل، شخص ذكي وعنده خلفيه شعريه تسمح له ان يتكلم مع اي حد في تفاصيل الشغل. يبقى نتفق دلوقتي. حضرتك انا مش هقدر اتفق الا في وجود المحامي بتاعي. يا
يا ابني ركز بقى، ركز بقى، الشاعر زمانه جاي وانت ما حفظتش الكلمتين. ركز ركز يا دولا، ما صعب قوي عليا يا دولا، وبعدين يعني ايه اركز اصلا؟ هما كلمتين سهلين، انت دلوقتي عاملينك محامي ماشي؟ هو اول ما يقول العرض بتاعه انت هتقول ايه؟ ما ينفعش طبعا، دي سرقه. ماشي كمحامي يعني. امال يعني ايه؟ ماشي ما ينفعش طبعا، دي سرقه. لا كده كحرامي مش كمحامي. لا محامي لازم تقول بثقه، ما ينفعش طبعا دي سرقه. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايوه. ايه بقى السرقه بقى؟ بص لخامس مره بقول لك، هو الراجل هيجي يعمل عرض، هيعرض العرض بتاعه وهيقول مثلا هديك كذا فبتاع، فانت اول ما يقول العرض بتاعه تقول ما ينفعش طبعا دي سرقه. سهله. ما ينفعش طبعا دي سرقه، سهله قوي، ده المحامي ده سهل قوي. اه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ مراكبي، اتفضل اتفضل حضرتك. اقدم لك المحامي بتاعي. فين المحامي ده دول؟ انت اصل هو دايما عارف حضرتك يعني، برغم انه محامي بس بيحب الهزار يعني. انا فعلا بحب الهزار كمحامي يعني. اهو شوف. مش عايزين نضيع وقت، خلونا في موضوعنا. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايه اللي سرقه؟ حضرتك زي ما بقول لك يعني هو بيحب الهزار. يا كده اما يقول العرض بتاعه. انه عرض مش دعوه. ما اخبيش عليك يا استاذ عادل، انا باخد من شركه الانتاج بتاعتي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في السنه حضرتك؟ لا في القصيده الواحده. وهيكون نصيبك يا استاذ عادل 5% منهم. 5% يعني كام دي يا دولا؟ 5% يعني ال 10% يعني 2000 جنيه، ال 5% يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ موافقين طبعا موافقين. لا معلش حضرتك، لا مش موافقين ولا حاجه يعني. امال عايز كام يا استاذ عادل؟ حضرتك يعني ما تنساش ان انا صاحب الفكره يعني. عايز كام يعني؟ يعني مش اقل من 50%. لا يا دولا لا، ده كتير قوي يا دولا. ده بيتك انت معايا ولا معايا يا دولا؟ معاك يا دولا طبعا. انا هدفع لك 10% يا استاذ عادل. 40. 15. 35. 25. موافق. لا دي سرقه. هذه القصيده يا استاذ عادل، انا وصيت واحد حدد لك ميعاد مع المنتج بعد بكره، يناسبك ولا لا؟ بعد بكره؟ لا لازم اراجع مواعيدي. موافق. وذلك الليل الذي يطل برأسه مشرئبا. مشرئبا؟ يعني ايه مشرئبا؟ مش عارف يا ماما، تلاقيها غلطة مطبعية مثلا. عادل على فكرة الكلمة دي في حاجة ماسة للتغيير. لا 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 أنا مش معاكي خالص يا رانيا، وبعدين عادل من فضلك ما تحاولش إنك تغير في الكلمات. يا حمادي بس يعني لو التغيير في حاجة بسيطة زي الكلمة دي يعني ده مش هيضر متهيألي يعني. طب هنحط بدلها إيه عادل دي؟ يعني نحط أي كلمة تانية على الوزن بتاعها. طب هي تيجي كم كيلو؟ كم كيلو؟ يا ماما أعلم فيك الإمتى، الشعر مش بالكيلو، الشعر بالمتر. عادل لقيتها مكفهرا نفس وزن مشرئبا. مش عارف. لا 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 صعب قوي يا رانيا، مكفهرا دي قصيدة حب، هيقول مكفهرا في قصيدة حب؟ لا 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 بابا هي مش مشرئبا دي يعني نازل يشرب. اهو كده ليها معنى. تصدقي بجد بقى عندك حق. نازل يشرب؟ والله مش بعيد. استني كده. وذاك الليل الذي يطل برأسه نازل يشرب. الله 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 الله، برافو عليك يا ياسمين، يسلم فمك. طب تفتكر الشاعر بتاعك ده هيوافق على التغيير؟ طبعا هيوافق يا ماما، اللي بعمله ده بعمله لمصلحته أصلا، وإحنا أصلا كعينة صغيرة من المستمعين تقبلنا التغيير وبصدر رحب. أنا بقى أعتقد يا عادل إن الشاعر ده مش هيتعامل معك خالص. لا معلش يا حماتي بقى ما يقدرش. أصل عادل ابني ماسكه من إيده اللي بتوجعه. لا يا ماما انا مش شرير للدرجات دي يعني، لكن لو ما سمعش كلامي همسكه من ايده اللي بتوجعه. ايوه يا بيبي، بس برضو الراجل ليه اسمه. لو كان خايف على اسمه ما كانش يعني يتخانق مع شركه الانتاج اللي بتنتج له. انت معاك حق يا عادل. عادي لابني دماغه توزن بلد. ما انا مش فاهمه يا بابا، يعني حضرتك هتعمل ايه؟ يا عيني انت صغيره مش فاهمه. تعالي يا ياسمين تعالي، انت طبعا الكلام ده اكبر من مستواكي، انا احاول ابسطه لك. بصي يا حبيبتي، انا بالنسبه للشعر ده هخرجه من القوقعه اللي هو متقوقع بداخلها. ها فهمتوا؟ نمتوا. اللي بتقوله ده كلام فارغ.
يا ريس مراكبي، انا بلفت نظرك لاخطائك الشنيعه. انت تعرف ايه عن الشعر اصلا؟ اعرف يعني؟ يا نهار اسود، انا اعرف ايه عن الشعر يا استاذ؟ عارف حضرتك لونا بس ان انا اتشغلت باكل العيش، كان زمان دلوقتي كتفي موازي لكتفك ويمكن كمان اطول من كتفك، لان انا طولي 182 سنتي ونص. ماشي يا عم الفنان، وانا بقول لك متشكر قوي، مش عايز حد يغير في شعري. هي عافيه شعر ايه اللي انت متمسك بيه؟ انا مش فاهم يعني، انت ساب اللغه العربيه كلها وماسك في مشرائب بندي. انا حر يا اخي، انت هتعلمني؟ فوق لنفسك. لا بقى، انت اللي تفوق لنفسك، لا اما الكلمه دي تتغير لا اما هقعد مع المنتج بتاعك احكي له على كل حاجه. اعتبر ده تهديد؟ ايوه اعتبره تهديد، انا بهددك. انا بلطجي يا سيدي، انا بلطجي. هدد في اللي يخصك، انت مجرد وسيط، سمسار بيني وبين الناس اللي انا مختلف معاهم. سمسار؟ انا سمسار؟ انا الحق عليا ان انا كنت عايز ارتقي بمستواك الادبي. اللي بتعمله ده ملوش علاقه بالادب. قصدك ايه؟ قصدك ان انا قليل ادب؟ حلوة قوي كده، العلاقه اللي بيني وبينك يا استاذ انتهت، وبقى اشوف حد غيري يشتغل لك سمسار. استنى يا استاذ عادل، هدي نفسك عشان نعرف نتكلم. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، انا نبيتك. يا بابا خلاص بقى. خلاص بقى يا عادل المسامح كريم، اسفح عنه يا بيبي. يا جماعه انتوا مش عارفين هو عمل فيا ايه، اصلكوا يعني؟ ده ايه؟ بهدلني بهدلني. معلش بقى يا عادل، مهما كان عمل من عملات لازم تسامحه عشان هو في بيتك. ماشي خلاص المسامح كريم. طب ومش راقب يا بابا؟ بصوا يا جماعه، انا دايما بشبه القصيده اللي بكتبها بالطفل اللي بيتولد. على كده حضرتك بتكتب القصيده في مستشفى بقى؟ بكتبها في اي مكان، المهم تتولد. وبعد الظروف الاخرانيه دي الولادة ما بقتش طبيعية. انت معاك حق، دلوقتي السيزيريان انتشر في كل حتة، عشان كده طلبت خدمات الأستاذ عادل. ده حضرتك يعني على اعتبار ان انا دكتور نسا يعني؟ اخطر، دورك اخطر، لانك بتشهد اللحظة التاريخية لميلاد الطفل اللي بيطلع فيها للنور. طب افرض النور قطع حضرتك؟ برضو بيطلع للنور. قلت ايه؟ طب والتعديلات اللي انا عايز اعدلها؟ تعمل اللي تعمله. روح افتح الباب يا ياسمين. دولا حبيبي. ياسمين يا حبيبتي، خدي جبتلك لبانه. خدي يا جماعه، النهارده السوق زحمه موت، فجيت بقى اشتري زيت لقيته غالي، جيت اشتري رز لقيته غالي، والمكرونه غاليه، فقلت بقى اجيب لكم بطاطس وبصل، وما رضيتش اخليه يوزن لي طماطم خالص. ليه بقى يا رمزي يا فالح؟ اصل انا سمعت انهم بيقول عليها مجنونه. مش ده المحامي يا استاذ عادل؟ محامي؟ محامي ايه؟ المحامي اللي حضر اتفاقنا، المدام بتقول له يا رمزي يا فالح. ما ده اساسا يعني هو ساب المحاماه بعد البنزين والسولر ما غليوا، عشان كل حاجه غليت طبعا حضرتك، وشغال دلوقتي ديليفري، حاجه تزود دخله يعني. انا فكرت عشان اقعد جنبكم واسمعك هتقول ايه للمنتج. معقوله يعني يا استاذ مراكبي لغايه دلوقتي مش واثق فيا وفي كلامي يعني؟ الاحتياط واجب، استعد اهو جاي اهو. طب استخبى استخبى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيك الاستاذ عادل سعيد. ايوه يا فندم، استاذ سعداني اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي، كل اللي كلموني عنك شكروا لي في شعرك وفنك. ربنا يخليك والله، دي يعني عارف حضرتك شويه اجتهادات كده اهو، لاني انا موهوب وهم قعدوا يزنوا عليا عشان انشر الحاجات بتاعتي. يعني افهم من كده انك مش محترف؟ لا حاسب حاسب. ايه ده؟ ايه مش محترف؟ لا طبعا محترف، ومحترف جامد جدا. بص حضرتك اتفضل، انا هوريك بس حاجه كده يعني بالصدفه معايا، يعني مش قاصد ان انا اجيبها لك ولا حاجه. اتفضل. يطل براسه نازل يشرب، يهم بجسده طالع يطرب. يا سلام، وبتكتب شعر فصحى كمان؟ ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ زمن الجميل هو دوت، مفيش حد بيكتب بالطريقة الجميلة دي دلوقتي. وحضرتك حتى لو لقيت حد بيكتب بالطريقة دي هتلاقيهم كلهم تلامذتي يعني. أيوة، بس أنا ملاحظ إن أسلوبك قريب من أسلوب واحد أنا عارفه. إيه؟ لا ده أكيد يعني تشابه قصايد يخلق من القصايد 40. ما علينا، هتاخد كام بقى في القصيدة دي؟ لا شوف حضرتك بقى هتدفع لي كام. والله عشان انا حغامر معاك لانك لسه مبتدئ، انا هديك في القصيده دي 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا حضرتك انا ما عنديش قصائد للبيع، واتكل على الله. الله الله، بس اهدى يا استاذ، اهدى اهدى، هات القصيده، اصل بصراحه فيها ثغره كبيره قوي. بص شايف حضرتك بتقول يطل براسه نازل يشربه، نازل يشربه.
عارف حضرتك دي كانت الاول كنت كاتبها يعني مش راقبا، بس قلت يعني عشان امشي مع العصر خليها تبقى سهله على الناس، نازل يشرب عادي يعني. اشوف لو اني انا ما فهمش في الشعر كويس، لكن ملاحظ ان يشرب افضل من نازل يشربه. المهم انت ادرى بالحكايه دي فعلا. على راي حضرتك ادي العيش لخبازه يعني. ولو ياكل نصه. وانا يا سيدي مش هاكل عليك حاجه، وحديك في القصيده دي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ده حاجه كويسه، بس ده مبدئيا، بعد كده بقى القصايد يعني تغلى بقى كل مره يعني. ادي يا سيدي شيك ب 20,000 جنيه، اهم حاجه يكون ليه رصيد حضرتك. اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي، مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه. وايه المشكله يا؟ المشكله حضرتك ان التعديلات دي لو انا بعملها على كلام واشعار انا كاتبها مفيش مشكله، لكن الكلام الملعبك اللي انت كاتبه ده هعدله ازاي؟ ملعبك؟ وايه هي بقى التعديلات دي؟ انا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له، يعني كلام ملعبك ملعبك. مفيش حل غير ان اكون حاضر معاكم. ايوه طبعا لازم تبقى حاضر، انت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعا مستحيل لان مش المفروض اظهر في الصوره. يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الأستاذ إسلام خليل أول عازف أورج في البلد كلها، أما سمع وقرى الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك، وقلت فرصة بالمرة، عايزين نغير كام كلمة كده في القصيدة، عايزين يتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. إيه ده، معرفتناش بالأستاذ؟ الأستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. إيه لبيس؟ أنا عارف إن شغلانة الشعر بتاعتكوا دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا أستاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجودة. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيدة. بالنسبة للبيت اللي بيقول رأيت الشوك طريقي، تقيلة شوية في اللحن. رأيت الشوك طريقي. نخليها رأيت الحلم حقيقي، سمعتني يا رمزي؟ سمعك سمعك. نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو حلو، السلم الموسيقي جميل. أيوة السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي. شوف السهلة إيه. والله حاجة جميلة يا أستاذ. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في أربع بيوت تعبني، إحنا نمسكهم بيت بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف أمام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين؟ نخليها تكسر القوانين. ان شاء الله نخليها تغسل المواعين. ايه ايه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفه، صابون غسيل وليه في شغلانه. لا تغسل مواعين ايه، مش معقوله يكون في شعر في تغسل قوملي. قالت قبل كده متقالت. تعال انت اقعد هنا. افهم بقى غيرتوا اماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني حضرتك. نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر الطواحين. أنا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلوة. حلو. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله نفس البلالين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله يا استاذ اسلام البلالين. ازيك يا مراكب عامل ايه؟ بقولك ايه، احنا الاتفاق اللي بينا لازم يتغير.
لان انا كنت فاكر الحكايه سلم واستلم، يعني طلع بقى ان انا لازم اقابل مطربين ولازم اغير الكلمه دي واحط الكلمه دي، يعني مش معقوله مش الدرجه دي. انت ايه ما بتردش عليا ليه؟ عايزنا نرد اقول ايه؟ قول لي يعني هعمل ايه؟ احنا الاتفاق بجد بقى صعب دلوقتي، انا تعبت جدا، تعبت يعني. ماشي يا عم ربنا معاك. بص هو وضع طبيعي بالنسبه للناس اللي زيي يعني. الناس اللي زيك؟ ايوه ايه للناس اللي زيي وبتقولها بسخريه كده. طبعا الناس اللي زيي كشاعر يعني وضع طبيعي ان انا اقابل ملحنين واقابل مطربين واقعد اظبط كلمات وكده، بس مش الدرجه دي. تعبت. عايز تفهمني انك شاعر وبتعرف تألف وتصلح كمان؟ انت ما سمعتش على اسمي ولا ايه؟ انا اسمي مالي السوق، مغرق السوق. يا راجل ده احنا دافرين مساوى. يا مراكبي لهجتك مالها النهارده متغيره كده؟ لا مفيش، انا بس كنت بفكر اغير الاتفاق اللي بيننا. تغير الاتفاق؟ طب بص يعني انا النهارده بجد كنت ناوي يعني ان انا ازود العموله بتاعتي، بدل ما هتبقى 25 هتبقى زياده، انا اخليها زي ما هي يا سيدي. ما تردش ليه؟ طيب بص هخلي بدل 25% اخليها 20%، ايه رايك؟ ما بتردش برضه. طيب يعني انا مش عارف اعمل لك ايه، ال 20% دي يعني اكتر حاجه اقدر انزل بيها، انت عايزني انزل عن كده ولا ايه؟ بص حضرتك مراعاة لظروفك يعني يا سيدي، ولو انت متضايق من ان انا كل شوية كنت بغير في الكلام بتاعك واقعد اشيل حاجات زي مشرئبا واغيرها، عشان ايه؟ هي بس عشان هي حاجات ركيكة ملهاش اي معنى، يعني بحاول اصلح لك قصايدك، لكن مدام مش عايز هسيب لك قصايدك زي ما هي يا سيدي. بقولك ايه، انت تنسى موضوع التعامل معايا خالص. طب حضرتك مراعاة لظروفك يعني انا العمولة بتاعتي اللي هاخدها 10%، ايه رأيك؟ ولا ايه؟ طب بص فاكرة ما قلتلي في البازار اما جيتلي يعني لغاية عندي وقلتلي ايه رأيك في 5% وانا كنت رافض؟ بص المفاجأة اللي جاية، هاخد 5%. انت ايه ما بتردش ليه؟ ده كفاية قوي يا استاذ مراكبي ان حضرتك يعني بحط اسمي على الكلام بتاعك الركيك ده. قصدك كلامي اللي عمل لك اسم في السوق، وبعدين لو الموضوع مضايقك قوي كده بلاش منه خالص. لا بلاش منه ايه يا راجل، انت دايما تحب الهزار كده يا استاذ مراكبي، يا شاعر يا فنان يا كبير. هات الاغنيه، هات الاغنيه عشان اصلح اخطائها الاملائيه. هات. مفيش اغنيه. ايه انت اعتزلت ولا ايه؟ لا شفت واحد غيرك تعامل معاه مريح وبياخد 100 جنيه بس على الحته. ده مين الاهبل اللي وافق على اتفاق زي ده؟ اسمع بقى دي كمان يا استاذ. قول يا سيدي سمعني. حبك يا حبيبي بوظ لي معدتي ونغص عليا دنيتي وخلاني امشي وانا بقول يا دهوتي يا دهوتي، ايه راي حضرتك؟ مش بطال كبدايه يعني. هنفع يا استاذ؟ يجي منك. ايه ده ايه ده ايه اللي ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ دول حبيبي الاستاذ كتر الف خيره قال له انه هيكتشفني. يكتشفك؟ الاستاذ اللي بيوعد وما يوفيش مش كده؟ لا يا دولا ده طيب قوي، اداني امبارح 100 جنيه وخلاني اكتب اسمي على الكلام بتاعه. 100 جنيه وخلاك تكتب اسمك؟ يعني هو ده الوسيط رمزي اللي ما يعرفش الالف من كوز الذره؟ لو سمحت يا استاذ عادل، انا الاستاذ رمزي وبعدين انا شاعر كبير. استاذ رمزي وشاعر، شاعر ب 100 جنيه؟ لا بمجهودي. مجهود ماشي، انا حسابي معاك بعدين اما اخلص حسابي وحسابي الادبي مع الاستاذ مراكبي. السلام عليكم استاذ مراكبي، انا سالت عليك في القهوه اللي هنا قالوا لي انك بتقعد في البازار اللي هنا. الله ايه ده، الاستاذ عادل ده الشعراء كلهم هنا. ايوه احنا كلنا هنا. استاذ مراكبي انا جاي اعتذر لك واقول لك يا ريت ترجع تشتغل معانا، اصل بصراحه وحشنا الشغل معاك. هتوافقوا على شروطي؟ كل اللي انت هتقول عليه هيتنفذ. حس كده يلا بينا. يلا. طب ومستقبلي؟ يا خساره يا خساره يا دوله، ده انا كان بيني وبين المجد خطوه واحده. عايز توصل للمجد يا رمزي؟ يا دوله. يا سلام حبيبي يا رمزي، ده انت ابن عمي. انا اللي هوصل